وينضم إلينا من عمان الدكتور فاضل الزعبي، سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة السابق وخبير الأمن الغذائي بمركز جنيف للدراسات. دكتور فاضل، مساء الخير، وكيف تفسر الارتفاع الأخير في أسعار الغذاء وبعض السلع الأساسية مثل الزيوت النباتية والقمح والجبن والسكر؟ يعني ربما هذه أعلى مستويات في 18 شهراً. مساء الخير. إذا ما أردنا التحدث عن ارتفاع الأسعار في الشهر الماضي فقط، فهي مرتبطة بأسباب تتعلق بالعرض والطلب. أهمها طبعا إذا لاحظنا بأن كل أسعار المواد أو السلة الغذائية اللي هي من 7 مجموعات ارتفعت ما عدا اللحوم. والسبب على سبيل المثال في الحبوب، كان قلة الإنتاج عن المتوقع في نصف الكرة الشمالي من الكرة الأرضية، نتحدث عن أوروبا وأمريكا والاتحاد الروسي. إضافة إلى أيضا تأثر المناخ في دول منتجة وأساسية مثل البرازيل. وخلينا نذكر السبب الفرعي الآخر، ارتفاع أسعار النفط أدت إلى الإقبال ثانية على الشمندر والبنجر وقصب السكر وغيرها لاستخدامه كوقود حيوي، لأنه أصبح مجدي. في أسباب ثانوية أخرى تتعلق بتذبذب أسعار العملة مثلا في البرازيل. هذه الأسباب كلها مرتبطة زي ما تفضلت في البداية بالعوامل الجيوسياسية الموجودة في العالم، اللي كلنا نعلم بأنه تأثيرها مباشر على تعطيل سلاسل الإمداد، بيصبح التأمين أعلى ويصبح تكاليف الشحن أعلى. كذلك مباشرة هنالك كرد فعل قيود على التصدير في بعض الدول كإجراءات حمائية من أجل حماية مخزوناتها، وطبعا تقلبات أسعار الطاقة كان لها أثر كبير. ناهيك عن أن الاستثمار يبدأ بالانحسار عن القطاع الزراعي ونتيجة التضخم العالمي وهذه الأسعار، لأنه دائما يبحث عن مناطق آمنة، وازدياد مناطق النزاع والصراع في العالم أدى إلى انكماشه وابتعاده تقريبا عن القطاع الزراعي تحديدا. طيب، هذا الارتفاع في الأسعار كيف سيؤثر على المستهلكين العاديين، خاصة أنه الارتفاعات يعني تطال كل دول العالم؟ يعني إذا نظرنا إلى الموضوع، أولا خلينا نتذكر حقيقة واحدة، بأن العالم ينتج ما يكفي من الأغذية. الإنتاج العالمي من الأغذية لغاية الآن يكفي الاستهلاك وطلب سوق التجارة العالمي. الآن هذه حالات عدم اليقين في الإنتاج وحالات التذبذب في تغيرات المناخ، في سلاسل الإمداد، في أسعار العملة، في أسعار الطاقة، في غيرها، تؤثر مباشرة على بورصة الغذاء العالمي الرئيسية. وهنا المواطن أو الفرد في هذه الدول وخاصة الدول المستوردة للغذاء راح يشعر بالفرق بطريقتين. هناك طريقة بأن تجار هذه المواد يعكسون فورا الارتفاع على ما هو موجود بشكل سريع وآني، حتى على الموجود من مخزونات لديهم اشتريت بأسعار أقل سابقا. وهذا طبعا من واجب الجهات الرقابية في هذه الدول أنها تسيطر على هذا الموضوع. ولكن ضبط هذا الموضوع إلى الاتجاه بالارتفاع راح يؤدي إلى خلال فترات عادة تتراوح بين 2 إلى 4 أشهر، وتكمن صعوبة على المواطن بأن حتى في حالة انخفاض سعر الغذاء عالميا، انعكاسه على الأسعار اللي بيشتروا فيها راح يكون بطيء جدا، وبالتالي نرى أن من يعاني هو المواطن ذو الدخل المحدود، الفئات الضعيفة والأكثر هشاشة، في الدول ذات الدخل المتدني، وفي الدول التي تعتمد على غذائها بشكل أساسي ما تستورده من الخارج.
هذا بشكل سريع. دائما نتحدث عن الحلول أو ربما الخطط التي يمكن أن تتبناها الدول النامية خصوصا، والتي تضم مواطنين ذوي دخل محدود. ما الخطط التي يمكن أن تتبناها لمواجهة هذا الأمر وتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية وتقلبات الأسعار؟ دينا خلينا نكون صريحين، هو هنالك مسارين ايضا، هنالك المسار الاني والسريع والذي تقوم الحكومات من خلال شبكات الحمايه الاجتماعيه والاجراءات الاستباقيه في زياده مخزوناتها وغيره بتامين هذا او بتقليل الصدمات العالميه على سوقها، ولكن هنالك حل يجب ان يمشي وبخط متوازي مع هذه الحلول السريعه، وهو ما اقر في مؤتمر قمه نظم الغذاء سنه 23 وبال 21 اولا، وقمه نظم الغذاء زائد 2 ب 23، وراح يناقش في قمه نظم الغذاء في ال 25 زائد 4، وهو مسارات تحويل نظم الغذاء. لماذا مسارات تحويل نظم الغذاء؟ اللي بتشتمل على 6 مسارات بالمناسبة، حتى يستطيع النظم الغذائية الزراعية الموجودة في هذه الدول من التطور وإدخال التكنولوجيات ومجابهة التحديات المناخية، التكيف معها وامتصاصها في بعض الحالات، وهذا يتطلب تمويل عالي جدا، لأن التكنولوجيا إدخالها في النظم الزراعية وتحديدا إذا ما تحدثنا عن منطقتنا العربية، النظم الزراعية ما زالت بعيدة عن مستوى المعتاد، وبالتالي إعادتها إلى المسار الصحيح وتحويلها إلى نظم حديثة تنتج كميات أكثر مما تنتج حاليا بنفس المساحات من الأراضي الزراعية اللي بنعاني منها، وبنفس الكميات من المياه اللي بنعاني منها، هو الطريق وهو الحل. شكرا جزيلا لوجودك معنا، ضيفنا من عمان الدكتور فاضل الزعبي، سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة السابق.